وصولا للأمسيات الرمضانية التي يقيمها حزب المؤتمر الشعبي العام، أقام فرع المؤتمر بمحافظة حجة أمسية رمضانية حيث تشمل 12 مديرية، فيما تستمر الأمسيات على بقية المديريات على مدار الشهر الكريم. المؤتمر الشعبي العام يؤدي واد الجبهه في الساحه ويعتبر رايه في الساحات اليمنيه، فعلينا جميعا ان نحن نكون يد واحده، ولا نصدق للاضاءات، ولا نصدق للمريفين، ولا نصدق للناس الذين يعملون ارجافات. رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة فهد دهشوش دعا في الأمسية إلى عدم المحاصصة وممارسة سياسة الإقصاء والتهميش في الوظيفة العامة التي تسعى إليها بعض القوى الحزبية داخل البلد، داعيا الجميع إلى تضافر الجهود لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني. أعضاء المؤتمر الشعبي العام أكثر حرص على نجاح الحوار الوطني وأكثر تواجد وأكثر حضور. التمسك بالقيم والثوابت الوطنية والدعوة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني أهم ما خرجت به الأمسية الرمضانية التي أحياها فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة. مصطفى سنان، اليمن اليوم، محافظة حجة.